النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على عائشة رضي الله عنها فرأى عندها امرأة وقال الشراح هذه الامرأة كان اسمها الحولاء الحولاء رضي الله عنها، فقال من هذه؟ قلت فلانة، يعني الراوي لم يذكر اسمها لكن الشراح ذكروا والرواة ذكروا اسمها. لا تنام الليل، ليش ما تنام الليل؟ معنى لا تنام الليل في هذا السياق معناه أنها كانت تمضي الليلة قائمة لله، تمضي ليلتها قائمة تصلي لله عز وجل. سبحان الله، شوف كيف أهل العبادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، أي اشتغلوا من الأعمال ما تستطيعون المداومة عليه. هذا معنى عليكم من الأعمال ما تطيقون، اشتغلوا من الأعمال ما تستطيعون المداومة عليه. احنا عندنا دارج، قليل دائم خير من كثير منقطع. وأعلم أنه شخص واحد يقول لي: يا شيخ أنا كنت ما أعرف مقدار قيام الليل أو صلاة الليل وكذا، فكنت ما أصلي. يقول لكن سمعت مرة شيخ قال لي معلومة ومسكتها، أقول ما تركتها إلى الآن، ولا عنده هو عيال متزوجين. قلت شنو هذه؟ يقول لك هذه الفتوى اللي سمعتها والكلمة اللي سمعتها الشيخ قال لي كل صلاة أصليها بعد صلاة العشاء فهي قيام الليل. كلامه صحيح. قال لي أنا كنت في البداية أصلي ثمان ركعات بعدين تعبت تركت. يقول بعدين سمعت الشيخ يقول قيام الليل حتى لو كنت تصلي ركعة واحدة وتر تعتبر قيام الليل. كلامه صحيح. لو تصلي حتى ركعة واحدة الوتر يعد من قيام الليل. يقول أنا إنسان عارف نفسي كسول ما أصلي، فلو قلت لي 8 ركعات ما بصلي، لو قلت لي 6 ركعات يمكن بصلي بعدين بترك، لكن أنا على يدي فأنا هالركعة ما تركتها إلى الآن. سبحان الله. وفعلا يا جماعة ترى الأمر يعني قليل دائم أفضل من كثير منقطع، فإذا استطعت أن تتمسك بهذا الأمر ممتاز، إذا أنت خذت أكثر أفضل، لكن إذا عرفت يوم من الأيام كلش كسلان ما تصلي صار ركعة واحدة حتى تكتب إيش من عباد الله القائمين، ما تترك أنك ما سويت شيء، لا يكتب أنك ما سويت شيء، على الأقل حتى هالركعة يكتب أنك أنت قمت الليل. يعني لو أنت صليت ركعة واحدة وصلت قلت فيها آية، كم وقت يأخذ منك؟ 3 دقائق، شيء يسير. وخلك كريم، يعني أنا أقول لك كقصة ركعة، لكن ممكن تصليها ركعتين وركعة وتر.